بسم الله، السلام عليكم. انا كنت واجد الان في واحد المشتل ضواحي اكادير، ما شاء الله. انتم ما تكتشفوا معنا الداخل ديالو، الصباريات ما حاجه. هتقول غير جاردان دو لا بارموري. ها السياره حطيناها هنا. نعم الركصة، شوف شجرة بومبو. يلا الآن غندخل داخل نكتشفو. هو هذا ما شاء الله. قوم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة القسطوح. الآن كنتواجد في واحد المشتل كبير جدا ما شاء الله، وفي جميع الأعشاب العطرية والطبية اللي غنوري لكم، ونباتات ديال الظل إن شاء الله غادي نوريكم هادشي كامل. شوفوا نتمشاو هنا ما شاء الله، مشروع مهم هذا وناجح. الجيرانيوم ما شاء الله، شوفوا الجيرانيوم. هذه النعناع ما شاء الله. مشت رائع، خزامة حلو. أزير الزعتر ما شاء الله، رائع رائع جدا رائع. ورود ونباز هنا كيستمتعوا بالبذور ديال الورود. واه ما شاء الله رائع جدا. نبات الظل الفلفل ما شاء الله.
جدا. أشجار الدل أزال. أزير كبير. زمان ان شاء الله نوي فيرا. هادي نوي فيرا منظر رائع. ان شاء الله غادي نحلوا واحد المحل ديال هذا الشينيت ان شاء الله على قناه حسن زراعه الاسطوح قريبا، ونتقدى نيت عندهم. مرحبا بكم. حتى الفروي ديال الباسيون هو عندهم ما شاء الله. شوف شوف لا فلوريزون، هذا فروي الباسيون، فروي الباسيون شوف لاحظوا يظهر، وهو غير في البو ما شاء الله. البو ديالو لاحظوا كثرة الثمار أخرى. الكاكتوس واحد الويزيرا قداش أزهار الويزيرا الويزيرا إن شاء الله. جيرانيوم بوغانفيلي باريات ما شاء الله أشجار الدل كرتون
الأكواريوم. Thank you.